مشاهدينا، في تطور جديد، دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح اليوم الاثنين، دعا الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 3 أشهر إلى اختيار ممثلين عنه لنقل مطالبه وكذا منع اختراق المسيرات. وقال صالح إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمحاولة إطالة أمد الأزمة، كما يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. وأوضح صالح بأنه يستحسن أن تتسم المسيرات بحد معقول من التنظيم. وحسب صالح فإن مطالب الرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم. مشاهدينا، للمزيد ارحب ضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. ارحب بك سيد محمد. بداية، يصر قائد صالح من جديد على مسار الانتخابات، لماذا؟ تحياتي لكم المشاهدين الكرام. لأنهم يريدون إعادة إنتاج النظام، يريدون بعد أن كان هو لمدة 20 سنة يدعم عبد العزيز بوتفليقة، وكان يدعم العهدة الخامسة، وكان يدعم حتى فيما بعد زيادة العهدة الرابعة، لكن الشعب أسقط كل هذه المشاريع. الآن برغم أن المطالب الشعبية تخرج تقريبا يوميا في أماكن معينة، ولكن طبعا تصل إلى أوجهها يوم الجمعة ويوم الثلاثاء بالنسبة للطلبة، المطالب واضحة، وهو رحيل العصابات. هو سمى جزء من الزملاء السابقين سماهم عصابات وسجنهم، والآن في السجن، بعضهم في السجن العسكري. فالناس تطالب برحيل العصابات، هو يتكلم عن أن الشعب يطالب برحيل الإطارات، وهنا مغالطة كبرى. الحديث هو على رحيل العصابات، وهنا المفروض أنه كان يصفق للشعب ويفرح بالشعب، لأنه هو نفسه كان تحت حكم سعيد بوتفليقة أو الجماعة اللي سماها جماعات غير دستورية. لكن الشعب اللي حره هو يريد الآن تأطيره، بمعنى أنه وكأنه ينظر له وكأننا في ثكنة، ونضع له الإطار ونضع له من يمشي معه ومن يخرجه. تصبح مظاهرات أو احتجاجات لدعم قايد صالح وجنرالاته، بدل ما أن تكون احتجاجات ومظاهرات لتحرير الشعب ولإعادة استرجاع إرادة الشعب. ولكن مع أنه هناك المفترض هناك رئيس مؤقت للبلاد، ولكن يبدو قايد صالح وكأنه هو من يحكم البلاد، هو المسير لشؤون البلاد، وبالتالي ألا يخشى بأن يكون هناك قناعة أو اعتقاد بأن العسكر هم من يحكم فعلا في الجزائر؟ ألا تتذكر أن هذا الشيء حدث قبل 5-6 سنوات في مصر؟ نعم. كان اليوم هذا بن صالح هو عدلي منصور متاع الجزائريين. ونتمنى أن لا يصل قايد صالح بالجنون أن يصبح سيسي الجزائر، لكن هناك من يدفعه اليوم أن يصبح سيسي الجزائر. هناك لوبيات داخلية وخارجية، خاصة دويلة الإمارات، تدفع بشدة أن تنتج سيسي آخر في الجزائر، وسيسي آخر في ليبيا، وسيسي آخر في إذا استطعت في تونس وفي كل مكان. يريدون تعميم السيساوية هذه على هذه البلدان التي نكبتها أنظمتها، وتساهم الآن اليوم السعودية والإمارات في إكمال النكبات مع تآمر غربي واضح، وأحيانا روسي أيضا. هم هدفهم الآن شيطان. هو الآن يقول أن هذا الحراك مؤامرة دبرها خصومه، وعلى رأسهم توفيق قائد المخابرات السابقة، في هجوم عنيف على الشعب. وبعض أنصاره وصلوا إلى حد وصف المتظاهرين بالجواري والغلمان، يعني في إهانة أخرى للشعب الجزائري. هذا كله يعطينا انطباع من أنهم يريدون إعادة إنتاج أنفسهم، الثبات على المصالح نتاعهم والنفوذ والأموال. وقايد صالح أسرته كلها في البزنس وفي النهب وفي، فما بالك بالآخرين. إذن هذه فقط محاولات منه لشيطنة الثورة الشعبية، ولكن أعتقد أن الشعب تجاوز هذا الخطاب ولن يستمع إليه، بل بالعكس، هذه الجمعة ستكون المظاهرات أكثر مما مضى، وتكون الشعارات أكثر ضده هو من أي وقت مضى. نعم. هل تعتقد بأنه سيستطيع الجيش أو قائد صالح فرض مسار الانتخابات كما رآها هو؟ لا، لن يستطيع. هو عايش في عالم آخر منقطع تماما. والمقربين منه كبار العسكر يقولوا له يس مان يس سير، يعني على قول الإنجليز، بمعنى أنه يقولون فقط ما يريد أن يسمع، ونعم دائما نعم.
فهو منقطع. ثم زيد أنه عمره في يناير القادم يكون عمره 80 سنة. 80 سنة نحن نعرف ومن نعمره ننكسه في الخلق أو ننكسه في الخلق حسب قراءة أخرى. يعني الإنسان لما يكبر، وأضافت الآية فلا تعقلون، الإنسان لما يكبر يعني تنقص له كثير من القدرات، خاصة القدرات الفكرية والذهنية. هو الآن في هذا السن يريد أن يحكم شعب أغلبيته شباب، وأغلبيته يطالب بالحرية ويطالب بالكرامة ويطالب بالعدالة، لم يطالب بالقمر، طالب الشعب أن يقرر مصيره بيديه فقط، هذا ما يطالب الشعب الجزائري. لكنه الطغيان كالعادة يظلون هكذا حتى يسقطون وتدوسهم الأقدام. نعم. قائد صالح تحدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة حول مخاوف من الفراغ الدستوري، ما جدية هذه المخاوف؟ أتحدى قائد صالح أن يفهمنا إيش معنى الدستور أصلاً، يعني أو أن يعرف ما معنى الدستور وما معنى الأبجديات الأولى في الدستور. الدستور الجزائري فيه حل لوضع مثل هذا، وهو المادة 7 و8، وهو كان قالها في خطابه في 2 أبريل اللي أراد أن يستميت معه الشعب لما قال العصابة، فكان قال المادة 7 و8. هو لا يعرف ما معنى الدستور، وأنا لا أمزح هنا، هو عنده المستوى حقيقة، يعني سنة 4 ابتدائي حقيقة، يعني تخيل سنة 4 ابتدائي وفي سن 80 سنة وفساد عارم معروف عليه وتحدثت عليه تقارير دولية وداخلية، يأتي الآن ويقرر مصير بلد من 42 مليون، وهذا البلد هو أكبر مساحة في إفريقيا وفي العالم العربي وله تاريخ كبير من النضال. هذا هي من العبثيات التي لم يسبق لها تقريبا مثيل إلا في هذه المنطقة العربية المنكوبة. نعم. أيضا قائد صالح دعا الحراك إلى إفراز قيادات لنقل مطالبه كما قال، برأيك ما هي دوافع مثل هذا الطلب من قبل قائد صالح، وهل سيستجيب الحراك؟ الحراك قال لا. الناس قالت لا، لأن الناس تعرف هم لماذا يريدون رؤوس الحراك. بعدين من يشترى، من يباع يشتروه، ومن يثبت يشوهونه يضغطون عليه. الآن في الشوارع الجزائر يضغطون على كثيرين من المناضلين ويذهبون إلى بيوتهم، إلى أبائهم، أحيانا إلى زوجاتهم. فيه يعني ناس وصلوا إلى زوجاتهم في الطريق يقول لها زوجك إذا لم يتوقف ستدفعون الثمن، أولادك سيتمون. فيه أساتذة جامعيين يضغطون عليهم، إداريين ضغطوا عليهم، أئمة يضغطون عليهم، ضغوطات في كل جهة. قاموا باختراق صفحات الفيسبوك، من اشتراها اشتروها، ومن ضغطوا عليه لكي يعطيهم الباسورد اعطوا لهم باسورد على الفيسبوك. الفيسبوك الآن هو مليء بالذباب وبالشيطنة، تدعمهم الإمارات بقوة في ذلك. إذن هم يريدون أسماء الحقيقية التي حركت البدايات، ويريدون أن يعرفوا من يمثل هذا الشعب لكي يقطعوا الرؤوس التي لا تعجبهم ويشتروا تلك التي تقبل. طيب، كان هناك دعوة أو مطلب بحوار بين قيادة الجيش وهو قائد صالح طبعا والحراك والقوى السياسية في الجزائر، هل ترى بأنه مثل هذا الحوار ربما يكون مدخلا لانتقال سلس في الجزائر؟ هو يريد الناس أن تتحاور مع عدلي منصور الجزائر، مع بن صالح ومع بدوي، والناس قالوا لا، إذا في حوار فليكن مع الحاكم الفعلي والحكام الفعليين للبلاد، وهو الجنرال قائد صالح والعشرين جنرال الذين معه. هو اليوم رفض ذلك، قال بأن الحوار من الجيش لن يكون طرفا في الحوار. هو بطبيعة الحال أن يتحدث باسم الجيش ويتحدث باسم البلاد ويتحدث باسم الرأي، يتحدث بكل شيء، وحتى أعطى تعليمات، وأن بالمناسبة ستتم اعتقالات لآخرين، لأنه قال أن التحقيقات ستفرز من هم متواطئين وسنعتقلهم أيضا، يعني أعطى إشارة لذلك. هو لا يريد حوار مع القوى الحقيقية التي تسيطر على السلطة الآن، وهي هو ومن معه، وإنما حوار شكلي كما تعودت السلطة دائما، سلطة مدنية شكلية وسلطة عسكرية من الخلف، وتدير مع الحوار وهم يقررون ما يفعلون. إذن ليس لهم الشجاعة أن يقولوا نعم نحن من يحكم وتعالوا نتحاور أو تعالوا نجد حل، لا، يشيطنون الحراك، يعتبرونه مؤامرة، أفراد جواري وغلمان، ويمضون في اتجاه حوارات مزيفة. وهذا بن صالح ذاته قاد حوار 94 وكان مخادعا، وقاد حوار 2011 وكان مخادعا أكثر، ويريدون أن يقود حوار 2019. نعم. اليوم سيد محمد، هل تعتبر أو تعتقد بأنه
قائد صالح أو الجيش قد خدع الحراك واستغله للقضاء على منافسيه ربما في السلطة، وبالتالي الحراك اليوم في موقع المستغل والمخدوم. لا، هو الحراك كان عارفها، ولذلك الناس لما كانت تخرج كل مرة كانوا يقولون نحن لا نريد سجن بعض الناس، إنما نريد أن نخرج الجزائر من السجن. والناس كانوا يقولون نحن كونكم أن تسجنوا بعض رؤوس العصابات هذا 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 جيد، هذا ليس هو المشكل، لكن ليس هذا هو مطلبنا. ورفعت الشعارات لا انتخابات مع العصابات، والجزائر مدنية ليست عسكرية، وهذه جمهورية ماشي كازيرنا بمعنى ماشي ثكنة، ليست ثكنة. والشعارات الجمعة الماضية لو استمع إليها لا المفروض كان يختفي للأبد، كان يختفي للأبد. كانت شعارات قوية جدا ضده، كانت أهازيج، كانت كتابات، كانت أغاني، كانت بكل الطرق الناس قالوها. يعني عندما عندك ملايين أحيانا تجاوز 20 مليون حسب كثير من المصادر المستقلة ولا تستمع لهم وتريد أن تجري انتخابات مع من؟ الشارع للشعب اليوم، هم وزراءهم لا يستطيعون الخروج الآن، ولاة لا يستطيعون الخروج الآن، فكيف يجري انتخابات؟ عبث ومضيعة للوقت ومحاولة لجر البلاد إلى كوارث لا قدر الله. أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق على حضورك معنا.